أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نزوج المدخن وحالق لحيته؟ إذا وجدت أحسن منه فلا تزوجه. المدخن سيسيء إلى المرأة أو يؤثر على صحتها، أو أولاده يقتدون به، أو هي بعد تقتدي به أيضا. فلا تزوج المدخن إذا وجدت من هو أحسن منه، ولا حالق اللحية إلا إذا وجدت أحسن منه لا تزوجه. نعم.